للأسف أنا أقولها وبكل مرارة وبكل وضوح وبكل صراحة أيضا، أن اللي خلى هذا النظام البائس هم الليبيين أنفسهم، حفتر وعقيلة صالح ومن ذهب مذهبهم. خليني أولا نوريكم الـ كيف الحدود المصرية وكيف هم حاولوا يتلاعبوا بها. ترى أعطوني الخريطة يا شباب، خريطة اللي فيها خط أحمر وخط أزرق، هذه خط أحمر وخط أبيض موجودة. تمام. الآن لاحظوا أن حسب الاتفاقية التركية وحسب القانون الدولي أن الحدود البحرية الليبية ماشية حسب الخط الأبيض مع الأصفر، لأن اليونان للأسف عبر جزر صغيرة غير مأهولة، والقانون الدولي معروف قانون البحار، أن الجزر الغير مأهولة لا تكون لها مياه إقليمية، واليونان للأسف يعني واخد المساحات وحارمة تركيا، واخد جزء كبير من المياه الإقليمية الليبية غنية بالنفط والغاز، وخاصة بعد ما أعلن من اكتشافات ضخمة عن الغاز في المياه الإقليمية الليبية، السيسي يبي يعوض فعائلة في الاقتصاد المصري بالغاز والنفط الذي تم اكتشافه في المياه الإقليمية الليبية، وبالتالي رسم هذا الخط الأحمر وقال هذه هي الحدود الليبية فقط. يعني تصور مكعمز بروحه، يعني كأن الليبيين ميتين، كأن الستة مليون ليبي لا وجود لها، قعمز بروحه هو والمافيا بتاعه والاستخبارات مانيش عارف الموساد واللي معاه، وقعمز رسمه الحدود البحرية الليبية. للأسف الشديد، لكن أنا لما نجي نشوف، بارك الله فيكم يا شباب، لما نجي نشوف شو اللي خلى هذا المجرم يتصرف بهذه الطريقة المدعو السيسي، لأن في ليبيين قالوا احنا مع مصر، حتى مصر حتى لو كان ضد ليبيا. أعطوني الفيديو الأول يا شباب، أعطوني الكليب الأول. يعني قلنا إيطاليا والجزائر إذا نجحوا أو نجحتها في استمالة مصر ناحيتهم، كمان بقى الكل في موقف ليس في صالح حضرتك. يعني إذا في مصر تقرر شيء أنا معها، حتى ولو في غير مصلحتنا. لا يمكن مصر خطير. لا يمكن مصر تقرر أشياء مضرة بليبيا، مستحيل مستحيل مستحيل. وإذا قررت أنا راضي. أي شيء. بالله توا هذا ما هو هذا الشيء اللي يعني لما يطلع واحد زي هذا المجرم ويقول لك انا مع مصلحه مصر حتى لو كان ضد ليبيا، المدير ضحك. شنو هذا الهراء الذي يسمعه؟ هذا توا جنرال ليبي ولا ضابط ليبي يقول لك لا، ماذا؟ قال لا يمكن مصر ان تقرر حاجه ضد مصلحه ليبيا، لا يمكن. واذا قرروا ثاني معه، شوفوا يعني والله كلمة عمالة شوية، والله كلمة عارة شوية. المشكلة إن مازال في ليبيين يصفقوا لها، وهذا الفيديو قديم وعرضناه عشرات المرات. وبعدين يجي يتكلم لك على السيادة الليبية ويتكلم لك على الوطنية، لا، ويصنف الليبيين، يصنف الليبيين وطنيين وغير وطنيين، وهو يصفق لهذا اللي حصل. تخيلوا لما ياخذوا يعني هذه المساحات الضخمة المليئة بالنفط والغاز من المياه الإقليمية الليبية، لأن هذا هو اللي مطمحهم. هذا مش كلام يعني، هذه فيديوهات، هذا احنا ما نتجنوش عليهم ولا نفتر عليهم، هذه فيديوهات. لا إله إلا الله. أعطوني شنقال عقيلة صالح في البرلمان المصري يا جماعة. الفيديو الثاني أعطوني. أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع
وإننا قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا. وأيضاً مؤازرة الشعب الليبي الذي لم يتخلى عنا من قبل في شدة ولا نائبة، كما شهد التاريخ وهو شاهد العدل على موقف مصر معنا أيام الغزو الإيطالي لليبيا. تحية لشعب مصر، تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلوا، تخيلوا هذه للأسف لأنكم سكتوا عليها ما طلبتوش بيه، هذه خيانة عظمى إن رئيس برلمان يمشي لبرلمان تاني يقول له إن اضطر ندعوكم يتدخل حد أجنبي. تدخل الأجنبي الجنجويد والفاغنر أنت اللي جبتهم، وأنت من أعطيت الضوء الأخضر للهجوم على العاصمة، لكن للأسف لأنكم حكمتهمش على تلك الجرائم. تفضل.